كابتن حسام النهارده كان يتكلم على ضربه جزاء لمنتخب مصر لم تحتسب. معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور دايما، سعيد بتواجدك معايا. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، وطبعا انا ليا الشرف ان اتواجد معاك كريم. رايك كيف اداء التحكيم النهارده في المباراه كابتن جهاد؟ بص والله محمود اسماعيل ده حكم سوداني عمل بطوله كاس الامم بصوره محترمه جدا، ترشح لكاس العالم 2026 من حكام النخبه الافريقيه. النهارده ما عليناش تعقيد كتير على ادائه، كان اداؤه مرضي النهارده في المباراه. في اخطاء زي اي مباراه، في اخطاء ممكن في انذارات ما تاخدتش، لكن هو طول الوقت بيتعامل مستوى تحكيمي او معايير واحده بالنسبه للفريقين، بالنسبه للاخطاء، بالنسبه للانذارات. عمل مباراه تحكيميه جيده. اذا كنت انا اختلف مع كابتن حسام النهارده، ببارك له على الاداء اللي في جو صعب في الوصول لنقطه 10 مهمه. النهارده كمان بارك لمصر كمان ان الماتش اللي كان في مجموعتنا خلص تعادل، فبالتالي كل النتائج ان شاء الله في صالح منتخب مصر والمستقبل المحترم جدا لمنتخب مصر يا كريم. النهارده التحكيم اقول لك ما فيش فيه خطا مؤثر على النتيجه، ما فيش خطا ممكن نتكلم فيه، ما فيش ركله جزاء لمنتخب مصر. التحكيم النهارده انا شايفه مرضي بصوره كبيره، حاول الراجل يحافظ على سلامه منتخب لاعبي منتخب مصر وتعامل مع اضاعه الوقت بصوره الى حد ما جيده واتاخر شويه في التعامل، لكن النهارده اداء التحكيم ما اثرش باي حال من الاحوال على النتيجه. يمكن احنا الماتش اللي فات اختلفنا مع الحكم في ركله جزاء لمنتخب مصر لتريزيجيه وطرد الحارس بوركينا، لكن النهارده بتكلم النهارده الاداء التحكيمي كان على مستوى مرضي، ما فيش اخطاء تحكيميه ممكن نتكلم عليها اثرت على النتيجه النهارده. ما فيش ولا في ضربه جزاء ولا حاجه. لا الكلام اللي يعني كابتن حسين كان بيعترض على لمسه يد، ما كانتش في اللقطه لو بتكلم فيها ان في لمسه يد في الكره كان بيعترض عليها بصوره كبيره. غير كده لعبه يعني اللعبه اللي كده ما فيش لعبه جوه منطقه الجزاء نتكلم فيها ان في ركله جزاء او شك في ركله جزاء لمنتخب مصر. هدف غينيا بيساوي النهارده انت اتكلمت عليه، ما فيش خطا قبل الهدف، كان طبيعي جدا موجود في كره القدم، ما فيش لمسه يد على 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 لاعب غينيا بيساوي قبل الهدف، وبالتالي بنتكلم على هدف صحيح، ما فيش خطا قبل الهدف، وبالتالي الحكم عمل مباراه جيده النهارده. كابتن جهاد هو سؤال مكرر بس مضطر اساله، متى نرى الفار في مباريات تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم؟ بص يا كريم احنا خلينا نبقى منصفين، الاتحاد الدولي معذور بمنتهى الامانه، يعني عشان تطبق تقنيه الفار في دول افريقيا السوداء بالذات ان ما عندهاش امكانيات تطبق التقنيه، ولازم ان برضه جمهورنا يعرف ان عشان تلعب في ملعب وتطبق فيه تقنيه الفي ار لازم الملعب نفسه يبقى عنده رخصه الفي ار، مش الحكم بس اللي عنده الرخصه ولا المساعدين عندهم الرخصه او الناس طاقم التحكيم بس اللي عنده رخصه الفي ار، الملعب نفسه يبقى عنده رخصه الفي ار، والامكانيات والكاميرات اللي موجوده لازم تبقى متوفره في كل الاماكن في افريقيا كلها عشان يبقى فيها عداله وكل الماتشات يبقى فيها فار، وده صعب جدا تطبقه في الاتحاد الافريقي، بسهل جدا تلاقيه في امريكا الجنوبيه، سهل جدا تلاقيه في اوروبا، لكن في افريقيا صعب. وبالتالي هم اضطروا ان كل التصفيات من البدايه للنهايه تبقى بدون تقنيه الفي ار، لان الملاعب الافريقيه مش موجوده رخصه الفار فيها، الملاعب الافريقيه او امكانيات الدول الافريقيه عشان تصوير وعشان كفاءه التصوير اللي يستخدم في تقنيه الفي ار غير موجوده، وبالتالي الاتحاد الدولي انا بقول لك الاتحاد الدولي معذور، الاتحاد الافريقي معذور، لكن في الاخر طبعا تقنيه الفار مطلوبه تبقى موجوده طول الوقت، لان انا متوقع في نهايه التصفيات هنلاقي في اخطاء تحكيميه هتؤثر على وصول فرق لكاس العالم او خروج فرق من كاس العالم، لكن ان شاء الله مجموعتنا احنا هنوصل لكاس العالم بصوره محترمه جدا، بعيد جدا عن اي اخطاء تحكيميه. طب اسالك سؤال، لو انا ملعب انا بلدي مثلا ما فيهاش ملعب مؤهل او معاه رخصه الفار، مش المفروض الاتحاد الدولي يقول والله لا خلاص انا ما عندكش ملعب فيه رخصه فار فانت هتنقل مبارياتك لملعب اخر؟ لو حصل ده يا كريم هتنقل الماتشات كتيرة جدا وهتبقى الموضوع صعب جدا، انت في دلوقتي فرق او دول ما عندهاش امكانيه تلعب اصلا امنيا في ملاعبها وخرجت بره ملاعبها، فعشان تعمل ده هيبقى هتطلب نقل مباريات كتيرة جدا، وده هيبقى يبوظ الدنيا في الاتحاد الافريقي، صعب جدا في الاتحاد الافريقي بامكانيات الدول الافريقيه، مش كل افريقيا شمال افريقيا، وبالتالي احنا بنتكلم عندنا مشاكل كتيرة جدا في القصه دي في دول افريقيا السمراء بالذات، وبالتالي الاتحاد الدولي راى ان هو للعداله ان كله ما يبقاش فيه فار كل الماتشات، واعتقد ان ده هيستمر فتره كبيره في افريقيا لحد ما الامور تتحسن اقتصاديا في افريقيا كلها. يعني كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه.